يدل جنبه جنبه وتحت بدنا واحد يدل تحت. هاي عاطفة هاي عاطفة. انقصف في المبنى الساعة 2:30 تقريبا في الليل، صحينا يعني على الفاجعة. هذا هو أخوي، بيت أخوي، فتفاجأنا في اللي صار. ففي عنا طلعنا 6 شهداء اجوا، بعد طلعنا 6 شهداء، وفي تم ضل 4 مفقودين، 2 طفل ومرت اخوي وبنتها تموا موجودين في البيت. ليس لنا علاقة بأي تنظيم كان، ولا إلنا علاقة بحماس. الله أكبر.